من بيروت مشاهدينا ينضم الينا الدكتور وفيق ابراهيم باحث استراتيجي في شؤون الشرق الاوسط. دكتور وفيق مرحبا بك على شاشه قناه اليوم. بدانا بقول اسرائيل بانها غير ملزمه باي اتفاقيات في سوريا بعد انتهاء الحرب فيها. اذا بذلك ما الذي تحاول التوصل اليه بذلك بهذا القول اسرائيل؟ اولا اسرائيل لا تستهدف روسيا باعتبار ان لديها خطوط مفاوضات مع روسيا مفتوحه. هي تستهدف ايران باعتبار ان ايران تطمح الى تكوين اتفاقيات مع سوريا لمرحله ما بعد الحرب على مستوى اعاده الاعمار وعلى مستوى التحالفات العسكريه. هذا الامر تعتبره اسرائيل معاديه لها رغم انه مساله داخليه مرتبطه بحاجه الدوله السوريه الى حلفاء على مستوى اعاده الاعمار حتى على مستوى بعض الترتيبات العسكريه. لذلك اسرائيل لا علاقه لها باي اتفاق تعقده الدوله السوريه من زاويه كونها دوله معترف بها في الامم المتحده ولا تختلف القانون الدولي. كل الدول لديها تحالفاتها وكل يعني بين امريكا وكندا الحلف الاطلسي، كل هذه الاحلاف كلها تستهدف احلافا اخرى ويعني ولا تعترض الاحلاف على بعضها بعضا، انها لا تتكلم حول هذا الموضوع. اسرائيل فقط يعني تعتبر ان الخطر ان ايران خطر عليها وانها مع جزء من السياسه الامريكيه تحاول ان تمنع ايران من التمدد او من بناء تحالفات ذات نفوذ وذات وزن، واحده منها ما قاله ليبرمان رغم انني اعتقد انه قول اعلامي فقط للتشويش على ما يجري يعني من تفاهمات يعني بين تركيا وايران وروسيا خصوصا في السابع من الشهر المقبل في القمه التي ينتظر ان تعقد في طهران في ايران. هل هذا الامر تتضايق منه ايضا اسرائيل باعتبار انه قد يعزز وضع الدوله السوريه وهي نعم. تريد الدوله السوريه دائما دوله ضعيفه لا تستطيع ان تطالب لا بالجولان ولا حتى بتغيير الهدنه موديل 1974، يعني تريدها دائما كما هي صامته، في حين ان لسوريا حق عند اسرائيل هو الجولان السوري المحتل، حتى امريكا رفضت ان تعترف باسرائيليته. رغم ان الاسرائيليين الحقوه بالقانون الاسرائيلي، اي اصبح جزءا من السياده الاسرائيليه، الا ان الامم المتحده لا تعترف، حتى الولايات المتحده لم تعترف بهذا الامر، لذلك هناك عشرات الاشكالات يعني بين اسرائيل وسوريا، وينتظر ان تشتد وتتعزز يعني هذه الخلافات بعد مرحله يعني ايجاد السلام في سوريا واعاده تركيب الدوله السوريه المستقبليه. لذلك ما قاله ليبرمان يدخل في اطار الابتزاز وفي اطار التشويش على ما يجري بين الدول داخل سوريا وبين المكونات السوريه نفسها، حتى ان هناك جزء من المعارضه اليوم قد يستفيد من هذا الكلام ويشوش على المفاوضات التي تجري بخصوص ادلب وبخصوص اللجنه الدستوريه المنويه عقدها في الاستانه في الشهر المقبل ايضا. لذلك دائما اسرائيل لديها دور وحيد هو منع استكمال عوده العافيه الى الدوله السوريه، عوده التفاهمات بين يعني كل هذه المكونات السوريه، حتى ان كلامه يستهدف تركيا، وتركيا لم يسبق لها ان تعادت طويلا مع اسرائيل الا على المستوى الاعلامي فقط. من اي ناحيه تستهدف تركيا دكتور وفيق؟ اولا يعني تركيا من الدول الضامنه لانهاء التوتر، ومن الدول الضامنه التي تسعى ان تسحب كميات كبيره من الارهابيين نعم. عفوا من المعارضات التي تسميها معتدله هي تسحبهم. تركيا دوله لها يعني تحاول ان تبني نفوذا في الداخل السوري من جديد. هذا النفوذ في الداخل السوري يعني تريد ان تقيمه على انقاض المشروع الكردي، على انقاض الدوله السوريه القويه، تريد دائما ان يكون لها جزء من الداخل السوري. وانت تعرفين علاقتهم بالاخوان المسلمين وتعرفين علاقتهم يعني بكل هذا الامر، لذلك اسرائيل لا تريد دوله سوريه تتمتع بعلاقات مع دول الجوار، تريدها دائما ان تكون ضعيفه، وانا لا استغرب اذا كان بعد مده اتفقت تركيا واسرائيل على سوريا، كالعاده يعني، لان تركيا لم تعادي اسرائيل بشكل عميق الا اعلاميا في المده الاخيره، في حين ان علاقاتها الاقتصاديه قويه جدا معها. ودائما على مستوى التاريخ لديها علاقات عميقه، اليوم سيدتي ليبرمان يستهدف ايران وقد يستهدف تركيا اذا تمادت وتصالحت مع الدوله السوريه. نعم اذا عدنا الى موضوع استهداف اسرائيل لايران كما قلت دكتور وفيق، يعني
إذا هناك تخوف إسرائيلي صراحة من هذا التمدد أو التواجد الإيراني قلنا في سوريا حليفة النظام. نعم. يعني بذلك إيران أو إسرائيل حاليا تعمل على تأمين حدودها، بذلك هل هناك تخوف، إن عدنا وقلنا هذه الكلمة، تخوف إسرائيلي من حدوث أي يعني تصعيد أو حتى يعني مواجهة عسكرية معها بينها وبين إيران؟ أولا يعني كما قلت لك، هذا الأمر شأن سوري داخلي لا يناقض القوانين الدولية، إنما يعني باعتبار أن السياسة الإسرائيلية هي جزء من السياسة الأمريكية، نعم هناك تخوف من موضوع النفوذ الكبير لإيران في المنطقة. نعم. يعني إيران وهي محاصرة استطاعت أن تبني نفوذا من أفغانستان في الزاوية الشيعية منها الهزارة إلى باكستان وصولا إلى اليمن والعراق وسوريا ولبنان. هذا ليس يعني هذا دور كبير، وكل نعم. هذا الدور قام في عالم تعتبره الولايات المتحدة تابعا لها، وتعتبر إسرائيل أن إيران بالإيديولوجية التي تمتلكها يعني تشكل خطرا عليها مستقبليا. انما يعني تعرفين ان حزب الله هو تنظيم لبناني من جنوب لبنان قاتلها في جنوب لبنان ولم يقاتلها في سوريا، وايران ايضا لم يسبق لها ان قاتل اسرائيل، لذلك اسرائيل تفتعل هذه الامور خدمه للهجمه الامريكيه على ايران، هي جزء من ذلك، لذلك ما قاله ليبرمان هو استكمال للهجوم الامريكي على ايران جزء منه، وهو ايضا اعلامي، لان ليس لا تستطيع اسرائيل حاليا ان تشن حرب على سوريا ولبنان، ليس لا يعني لانها لا تمتلك قوه عسكريه، انها اقوى من كل جيرانها، لكن هذه الحرب تطول، ويعني لا تستطيع اسرائيل ان تشن حرب قد تطول اشهرا، لان الطرفين خصوصا حزب الله ان يلجا الى حرب العصابات التي قام بها في جنوب لبنان منذ 82 حتى 2000، 18 عاما قاتلها بحرب عصابات واسعه، اليوم اصبح هذا الحزب اقوى، لذلك اسرائيل تطلق يعني مواقف اعلاميه جزء من السياسات الامريكيه في المنطقه وليس اكثر، ايران حاليا لا تشكل خطرا على احد، الدوله السوريه المنهاره لا تشكل خطرا على احد، لانها تحاول ان تعيد بناء نفسها وهي تحتاج الى وقت طويل، كل ما يجري هو محاولات من اسرائيل للاستفاده من بضعضعه اعاده ولاده الدوله السوريه تماما كما تفعل تركيا وكما تفعل معظم دول الاقليم والدولي، يعني كل الدول اليوم مثلا حتى نعم. فرنسا تهدد بضرب سوريا، امريكا تهدد بضرب سوريا، يفتعلون مساله كيماوي وكانهم يعرفون سلفا ان هناك كيماوي، كله فقط من اجل مرحله ما بعد ادلب، يعني المرحله السياسيه كيف الحاسمه، المرحله الحاسمه تعتبر في سوريا مرحله ادلب. صحيح. نعم صحيح. اشكرك جزيل الشكر دكتور وفيق إبراهيم، باحث استراتيجي في شؤون الشرق الأوسط، حدثتنا من بيروت.